أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاقة ما الهاقة وما أدراك ما الهاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية. سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باكية. فجاء فرعون ومن قبله فالمؤتفقات بالخاطية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطية. فأسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. فيومئذ واقعت الواقية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فالملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ترزون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أنتم
أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا هميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فلا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإنه لتزكية للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. شكريا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكريا.